السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات القناة ديالنا سولو اس في تي. دائما في اطار السلسلة ديال سيرورة النمو والاكتساب عند الطفل للتذكير فقط، فراه قطعنا يعني درنا واحد المجموعة من 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 الفيديوهات. هذه راه الحلقة يعني حلقة 7. الوغ تبعوا معايا عفاكم غير باش نذكر بالفيديوهات اللي كنا ديجا نزجناها في الموضوع. الفيديو الاول تعريف النمو، نفهموا بعدا شنو هو النمو. الفيديو الثاني قوانين النمو. الفيديو الثالث تكلمنا على عوامل النمو. الفيديو الرابع تكلمنا على اسس مراحل النمو، وكذلك الفيديو الخامس هضرنا على مراحل النمو في علم النفس النمائي. ثم الفيديو السادس هضرنا على خصائص النمو في مرحلة التمدرس. خصائص النمو في مرحلة التمدرس، إذن هنا حنا كنهضروا غير على حاجه واحده، هي المرحله ديال التمدرس. وهاد المرحله ديال التمدرس كيكون فيها واحد النمو جسدي اللي هضرنا عليه في الحلقه 6. وفي هذا الفيديو غادي نهضروا كذلك على خصائص النمو في مرحله التمدرس، ولكن غنهضروا على النمو المعرفي. اذا هضرنا على النمو الجسدي والمميزات ديالو ولا الخصائص ديال النمو الجسدي، ثم دابا في هذا الفيديو غادي نهضروا على الخصائص ديال النمو المعرفي. مفهوم؟ يعني غنهضروا على شي حوايج مرتبطه بالمعرفه بالعقل ديال التلميذ خصوصا. اذا في هذه المرحله ديال التمدرس اللي كنهضروا عليها كاين واحد المجموعه من الخصائص ديال النمو. دونك في هذه المرحله يطغى عليها الجانب الحسي وطبيعه التفكير، يعني كنهضروا على الدماغ ديالو شنو كيطرا فيه. فإلا رجعنا غير باش تقارن في النمو الجسدي، كنا تكلمنا على ان الطفل يعرف الطفل نضجا حركيا على فعل يعني على مستوى الحركات العامه، المشي والجري والحركات الدقيقه كيكتسبها في واحد السن معينه الى اخره. اما هنا كنهضروا على النمو المعرفي، يعني كيرتبط بالجانب الحسي او لا يطغى الجانب عفوا يطغى الجانب الحسي على طريقه او لا على طبيعه التفكير، الا انه حسي غير مباشر. مفهوم؟ دونك يعني فاش كنقولوا حسي دونك هنا كنهضروا على الحواس. مفهوم؟ ولكنه حسي بطريقه غير مباشره، لانه لم يعد ملتصقا بالادراك المباشر، كما ان التمركز حول الذات يحول دون صفاء ادراكه للاشياء، بمعنى كيعتمد على الاحساس ديالو وكيتمركز على الذات ديالو. مفهوم؟ يعتمد على الحواس ديالو، دونك يعني بحال تنقولوا تيفكر بالحواس ديالو، بمعنى ان هذه المرحله المعرفه تعتمد او لا يطغى فيها الجانب الحسي، الجانب الحسي على طبيعه التفكير. مفهوم؟ دونك كيكون يعني تيفكر بشكل كيف ما تنقولوا كاين ما هو يعني بحال كنقولوا يطغى القلب على العقل، هذا هو اللي كان اللي المقصود هنايا الا بغينا نقوله. كما ان التمركز حول الذات يحول، اذا هنا كوي كيركز على ذاته بزاف، على المشاعر ديالو بزاف، الشيء اللي كيخليه ما كيدركش بقيه المواضيع بقيه الاشياء بطريقه يعني سليمه. دونك هذا التمركز حول الذات الانا ديالو كيكون كيعرف واحد الازدهار كبير، بالتالي هذا التمركز حول الذات يمنعه أن يدرك الأشياء بشكل صافي باعتبارها موضوعات مستقلة عنه، دونك يركز على الأنا ديالو أكثر من أي شيء آخر. وعموما تتجلى أهم الخصائص في يعني إجمالا، دونك باش ما نبقاوش يعني كنعوموا في الكلام ونلوكوا فيه. الخاصية الأولى هو أن سن السابعة يعني فاش كيوصل لسبع سنين هي مرحلة النقد الذاتي، كيولي ينتقد ذاته مثلا، كيولي قدر انه ينتقد ذاته، وبدايه التعليل. مفهوم؟ مثلا ما نجحتش علاش، طحتها علاش، جبت 7 في الفرض ها علاش، جبت الى اخره. دونك كيبدا يعلل على الاشياء قبل القبول او الرفض، يعني كيولي يجاوب او لا كيولي يحاول يجاوب او لا كيولي قدر انه يطرح السؤال علاش. مفهوم؟ علاش بابا مثلا هذيك دايره هكا ولا اخرى دايره هكا، علاش استاذ غنديروا لها هكا وما نديروش لها هكا الى اخره. اذا هنا كيحاول يبحث على تفسيرات، بالتالي كيقدر يعطي ينتقد ذاته. التفسيرات التي يقدمها هو كيطلب تفسيرات، ولكن التفسيرات اللي كيقدمها للاشياء
ما كتبقاش هذيك التفسيرات التي تطابق الرغبات ديالو، وانما تفسيرات تحتكم الى الواقع. اذا هنا بحال كنقولوا في هذه المرحله تيخرج من هذيك المرحله ديال اللي بغاها كتحضر اللي بغاها، ولكن كيدخل في واحد المرحله ديال انه راه كاين واحد القواعد واحد القوانين واحد الاعراف واحد العادات واحد التقاليد هي التي تحكم العلاقات اللي عنده مع الاب ديالو مع الام ديالو مع الجيران ديالو مع الاصدقاء ديالو مع الاخوه ديالو مع الاستاذ ديالو مع المدير الى اخره. اذا هنايا في التفسيرات التي يقدمها الطفل الأشياء والمواضيع ما كتبقاش تفسيرات دياله هو لا، ولكن علاش؟ لأنه كيولي في مرحلة كيدخل في مرحلة ديال النقد والتعليل وكيبقى يرفض الأشياء إلا بوجود تفسيرات، وبالتالي هذيك التفسيرات دياله هو يعني ما بقاتش كافية باش أنه دونك هنا عاد كيكون عنده نمو. فاش كيوقع هذا الشيء عاد كيكون عنده نمو معرفي، مفهوم؟ فإلا لقينا واحد الدري عنده 8 سنين 9 سنين 10 سنين الى اخره ومازال مازال يعني ما كيسولش علاش ما كينتقدش ما كيقلبش على تفسيرات الى اخره، ما كيقدمش تفسيرات او لا تيقدم تفسيرات ولكن في واحد المستوى صغير بزاف، فهنايا كنقولوا بانه يعني ما وقعش عنده نمو. اذا يتجاوز تفكير الطفل في هذه المرحله المحسوس المباشر، مفهوم؟ شنو كنقصدوا بالمحسوس المباشر؟ يعني شي حوايج اللي كيشوفها وهنا نشرحوا المحسوس المباشر، عاد نمشيو للمحسوس الغير مباشر او لا شي حوايج اللي ما تنشوفهاش ولكن تيولي قادر انه يفسرها، مفهوم؟ الو يتجاوز تفكير الطفل في هذه المرحله المحسوس المباشر كان كيفسر من قبل غير شي حوايج. مثلا هذا السائل في حاله صلبه، علاش؟ لانه ليكيد، علاش؟ لانه يعني مثلا الشكل ديالو هو بحال الماء كيشبه مثلا، فهذا الشيء محسوس مباشر، بحال شي حاجه بحال الماء يعني راها سائلة، شي حاجة بحال الحجر يعني راها صلبة. دونك هنايا هذه شي حوايج اللي كنقولوا مثلا محسوسة ومباشرة، مفهوم؟ ولكن الطفل في هذا السن ديال السابعة فكيتجاوز هذا الشيء، هذا كيولي مثلا شي حوايج واخا ما شافهاش كيقدر يكون مأكد بأنه راها سائلة أو لا صلبة. هذا مثال ديال سائل وصلب غير عطيته لكم غير باش نفرقوا. ما عارف الصراحه يعني ما حضرش في بالي شي مثال اللي نقدر نشرح به، فاللي غناكد لكم عليه هو المحسوس المباشر، شي حاجه اللي كيحسها تيقيسها تيشوفها تيلمسها تيتفاعل معها بشكل مباشر، مفهوم؟ الوغ الطفل في هذه المرحله ما تيتجاوز هذه المرحله ديال انه يبقى يامن مثلا غير او يتيق غير داك الشيء اللي محسوس مباشر، ولكن يعني يتجاوز هذه المرحله. دونك يتجاوز تفكير الطفل في هذه المرحله المحسوس المباشر والظواهر التي يلاحظ. فاش كنقولوا له لاحظ يعني تيشوفها بعينه تؤخذ في كليتها. اذا ما كيبقاش غير داك الشيء اللي كيقيسو او لا غير داك الشيء كيشوفو بشكل عام، وترتبط فيما بينها بنسق من العلاقات التي تتيح تصحيح الحدس. اذا هنا تيولي هو يصحح هذيك الحوايج الحسيه اللي كانت عنده في الماضي، مفهوم؟ يعني كيصحح هذيك الحوايج اللي تعلمها في المرحله ديال المحسوس المباشر الذي كان يؤخذ من قبل كانه شيء مطلق، مفهوم؟ يعني شنو؟ يعني كتدخل عنده او كيدخل في المرحله ديال النسبيه، كيبدا يتعلم نسبيه الاشياء، بمعنى ما كتبقاش عنده شي حاجه صحيح وشي حاجه غلط، وانما تيولي عنده المساله ديال لا ديمونستراسيون، كيولي قادر انه يفسر الاشياء ويبين عليها من خلال واحد التسلسل ديال واحد المجموعه من الافكار. يعني ما كيبقاش ياخذ هذه صلبه صافي صلبه وهذه سائل، لا كيولي يبين علاش انها صلبه ويبين علاش انها سائله، يفرق ما بين خط مستقيم ويعلل علاش مثلا هذا خط مستقيم، نعم علاش؟ لان
هذا مثلا كيمشي من هذه النقطة لهذه النقطة بطريقة مباشرة، وبالتالي كيطبق التعريف مثلا ديال المستقيم، هو أقرب مسافة أو أصغر مسافة بين نقطتين. إذا هنا كيبدا يدير التحليل على هذيك الأشياء اللي اكتسبها في المراحل السابقة. إذا هذا هو يعني الخصائص المتعلقة. دونك هضرنا على الخاصية الأولى، السن السابعة هو سن النقد، وكيبدا التعليل إلى آخره. التفسيرات التي تقدم في هذه المرحلة هي تفسيرات مرتبطة تحتكم إلى الواقع، ماشي تحتكم الأفكار دياله هو اللي كيحكمها، يعني ما هو محسوس ومباشر، بل تحتكم إلى الواقع، يعني تحتكم للأفكار اللي سائدة في المجتمع والمعلومات اللي هي علمية. والتفكير ديالو كما قلنا يتجاوز المرحلة ديال ما هو محسوس مباشر، وكذلك الظواهر التي يلاحظ وكي ياخذها في الشمولية ديالها، ولكن يعني تبدأ يصحح الأشياء اللي كانت مرتبطة بما هو حسي مباشر إلى ما هو حسي غير مباشر، وكيبدا يتعلم بأن الأشياء راها ليست المعرفة اللي كيبدا يعرف بأن المعرفة اللي كانت عنده السابقة ليست أشياء مطلقة. يصير الطفل قادرا على استخدام قابلية الحدس كأولوية ذهنية والتمييز بين الجزء والكل والعلاقة بينهما، بمعنى كيولي يعتمد على ما هو حسي، شي حاجه اللي هي واحد اول حاجه خصنا نديروها في اي تصاي يديرها في الذهن ديالو، وعاد يبدا من بعد هذاك ما هو حسي هو اكتسبه ديجا، ولكن كيضيف عليه شي حاجه. شنو هي؟ وهي ان هذاك ما هو حسي كيبدا يميز ما بين يعني النظرة الشمولية ديال هذاك الشيء اللي هو حسي، والنظرة الجزئية للأجزاء اللي مكونة لهذاك المعرفة اللي ما يعني اللي اكتسبها عن طريق الحسي، وبالتالي كيبدي يميز الجزء في علاقته بالكل، مفهوم؟ والعلاقة اللي كاينة بينهما، مفهوم؟ إذن هنا فقلنا كيستخدم قابلية الحدس كأولوية ذهنية، يعني اول حاجه مثلا فاش كتشوف شي اكسيون اول حاجه كتستخدم العاطفه هي الاولى وكتعطي واحد الحكم، ولكن من بعد كيجي الدماغ كيجي الدماغ باش هذيك الفكره الاوليه يعالجها، وبالتالي هنا فاش كيدخل الدماغ باش يعالج هذيك الفكره الاوليه الى اخره، فهنا كيدخل المعرفات اللي عند هذاك المتعلم والتمييز ديالو ما بين الاجزاء، والاجزاء الى جمعناهم كيعطيونا الكل، ودونك هنا كيبدا يحدد العلاقه ما بين الجزء والعلاقه ما بين الجزء ضمن الكل. كذلك كتولي عنده القدره على استعمال منطق التفاضل والعلاقه التراتبيه اللي الاشياء هذه افضل من هذه، علاش؟ لانه ولا قادر يفسر، وهذه اكبر من هذه، علاش؟ الى اخره. الاطفال في هذا السن يحبون الكلام، وكذلك يكون عندهم حب الاستطلاع والتباهي بالمعرفه وسرعه الانتقال من ميل لاخر، يعني كتكون عنده واحد السرعه، مره كيبغي حاجه وتو دو سويت، يعني في غضون دقائق أو ساعات يغير رأيه إلى أشياء أخرى. إذن حد لهنا كيكون يعني سال هذا الفيديو، كنتمنى نكون شرحنا فيه كما يلزم النمو المعرفي. فالنمو المعرفي قلنا هنايا ما بقاش كيعتمد على ما هو حسي حركي، ماشي بمعنى ما تيستعملش ما هو حسي حركي، لا كيستعملو، ولكن المستوى التفكير ديالو كيولي كيقلب على علاش هادي، كيشوف شي حاجه بشكل حسي او لا بشكل حركي كيشوفها، ولكن كيبقى يقلب علاش، كيبقى ينتقد، مفهوم؟ ما كيقبلش اي حاجه، لو كيرفض، وحتى تيلقى مبررات كتلقى تفسيرات عاد كيقبل. ثم إلا قدم هو تفسيرات للأشياء أو للمواضيع، فهذيك التفسيرات أو التفسيرات اللي قبل، فليس لأنها يعني مجرد تفسيرات عطاها له واحد كبر منه أو لا، ولكن هي مجرد تفسيرات اللي كياخذها في إطار واحد الواقع معين، في واحد الحقيقة، ثم لا يكتسب هذه الحقيقة فقط أو هذا الواقع، ولكن يخضعه لمنطق العقل،
كذلك قلنا بانه يتجاوز مرحله المحسوس المباشر، وكذلك تلك الظواهر اللي كان كياخذها في الشموليه ديالها. ولكن حيت علاش؟ لان بحال كنقولوا في الاول كنبقاو نقولوا له هذه صلبه، هذه سائله، هذا باب، هذا كذا، هذا كذا، هذا كذا، ولكن من بعد بحال كيدخل يبحث في المكونات ديال الاشياء، مفهوم؟ في المكونات ديال الاشياء والاجزاء المكونه للاشياء وللمواضيع، ويقوم بتفكيك تلك المواضيع وبتقديم تفسيرات لها الى اخره. اذا هذا هو يعني الملخص ديال خصائص النمو المعرفي. حد لهنا كينتهي الفيديو، نلتقي في فيديو اخر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.